كون سعر السيارات زاد حتى في الخارج، وخاصة السيارات الجديدة، السيارات المستعملة أيضا زاد سعرها في الخارج، وبالتالي سوف يكون انخفاض طفيف نوعا ما في الجزائر وفي السوق الجزائرية. إما حقيقة مع السماح باللي السيارات أقل من 3 سنوات، ومع التوقيع مع الشركات الأجنبية هذه للتصنيع والتركيب، يعني احتمال كبير باللي أسعار السيارات المستعملة راح تهبط هبطة صحيحة، ماهوش قال تهبط بزاف. أنا نظن باللي السوق الجزائرية كأي سوق تخضع لقوانين محددة عالمية، مش كيتش الجزائر هي اللي راح تدير ليكسيبسيون. نظن ونتمنى تاني باللي أسعار السيارات رايحين مش ينخفضوا الانخفاض هذاك اللي قادر يسناو فيه بزاف ناس، بصح كاين انخفاض طبيعي وين راح تولي الامور الحسب لافالور تاعها الطبيعيه اللي كانت عليه منذ سنوات. ما شكيتش باه يطيح سعر السيارات لانهم الناس راهم شراو بالغلا، ونتمنى بربي ان شاء الله فيها خير الايام المقبله. هو قرار جيد وهذا في صالح المواطن البسيط، ونتمنى انه يزيد ينخفض اكثر واكثر، لانه الاسعار راهي فاقت المستوى المحدد يعني والمطلوب، لانه في اكثر مرات حتى 200%. هو اون برينسيب راح يطيح، مع انه بما انه تخدم سوق قانون السوق، يعني بما انه راح تنزل سلعه اقل يهبط البري تاعها، راح يهبط السعر، وانما ما نتوقعوش الهبوط الكبير هذاك اللي كيما راه تروج له الميديا ايتو. ان شاء الله يكون كاين باش الناس كامل تقدر تشري لي طوموبيل ايتو. بربي ان شاء الله يكون تكون الاسعار في متناول، يطيح السوق بربي ان شاء الله، يطيح السوق شويه حتى من الناس اللي عندهم 80 100 يقدر يشري سياره ليه والعائله تاعو وينفع بها روحو. رانا وصلنا لواحد البيريود هبال هبال هبال. السياره انا عندي سياره تاعي لوغان سامبل، عطوني فيها 200 مليون، انا ما تقبلتهاش، عطيني 200 مليون باقي نشوف معاه حرس.